بتصورش طبعا الحقيقه. بس احنا قدام روايه تؤسس لادب البحر الاحمر. يعني احنا الروايه دي اصلا شايف الروايه دي انا طبعا قريتها اللي مخطوطه طبعا بتكلم بصفه الشخصيه بطلع. ان الروايه دي رفيع هنا لاعب دور او المعارض لخالد شلبي الفلاحين وزي ما قالت الاستاذ انت سلوى بكر ابراهيم الكوني في الصحراء. وده تفرد انا شايفه يعني او كاميرا محظوظه احنا محظوظين ان هي سلطت على النقطه دي من الجغرافيا اللي هي مهمله روائيا وفيها تفاصيلها الخاصه بيها. وانا اتمنى ان انا اشوف نفس الحبكه ونفس الشغل الرفيع خارج منطقته يعني عشان يبقى ده تحدي جديد اصلا. شكرا لكم.